بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في البداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جهاز 6 أكتوبر وقصر الثقافة والحزب الوطني على هذه الدعوة الكريمة التي مكنتني من أن أجلس إليكم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأخير من رمضان، والتي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة مرحومة يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى في نفحات من أيام الدهر التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لنفحات الله. أشكر السيد اللواء عبد الوهاب خليل والسيد علاء عبد العزيز والسيد عادل بدير، أشكركم جميعا على هذا الحضور، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ييسر غيوبنا وأن يفتح أبواب قلوبنا للموعظة الحسنة، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ويجعله من مجالس العلم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تحف مجالس العلم، وأنها إذا ما نزلت من السماء تلتمس حلق العلم فتجلس فيها، والملائكة تحدث السكينة والطمأنينة وتحدث البركة، وهي أمور غير منظورة ولكن الإنسان يشعر بها ويشعر بآثارها، ومن أنكرها فهو وشأنه، ولكننا نشعر بها ونتمتع بها. حتى قال بعض أهل الله: إننا في لذة لو عرفها الملوك لقاتلون عليها من أجل أن يأخذوها. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الدين والحمد لله رب العالمين جعل للإنسان ما يوافق خلقته وخصائصه ووظائفه وما كلفه الله به من أحكام وما شرفه الله به من مقامات، جعل برنامجا يوميا فيه ما يمكن أن نسميه بالمحطات، محطات يومية ومحطات أسبوعية ومحطات شهرية ومحطات سنوية. والغرض من هذه المحطات التذكرة. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ، بلغ وصدق في تبليغه صلى الله عليه وسلم، وقال له ربه: ليس لك من الأمر شيء، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك نرجع إلى الكتاب وإلى السنة لنرى معالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فننفذها
ونرى رمضان من هذه المحطات السنوية التي يغسل فيها المؤمن نفسه، ليس فقط لغرض الغسيل بل أيضا استعدادا لقابل الأيام بعد رمضان. ونرى في المحطات اليومية وهي الصلوات الخمس، والتي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا كان أحدكم على شاطئ نهر يتوضأ منه ويغتسل في اليوم خمس مرات، هل يبقى ذلك من ضرنه شيء؟ هل بعد هذا الاغتسال والوضوء والنظافة يبقى من الأوساخ أو النجاسات أو الغبار شيء؟ خمس مرات في اليوم الواحد بيستحمى، يعني تخيل كتير، خمس مرات في اليوم. فقالوا: لا يبقى مع ذلك من ضرنه شيء يا رسول الله. قال: هكذا شأن الصلوات الخمس، يعني كأن هذه الصلوات تغسل المؤمن. وعندما وصفها ربنا سبحانه وتعالى فقال: إن الصلاة الحقيقية المستوفاة لشروطها وأركانها وخشوعها وتذكر ربنا فيها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن فلا بد من أجل أن نعلم أن الصلاة قد قبلت وأنها أديت على وجهها أن ننتهي عن من الفحشاء والمنكر. فإذا ما خالطنا الفحشاء والمنكر بعد الصلاة فهي صلاة لا بد منها ولا نتركها، لأننا نأمر دائما بالمعروف وننهى عن المنكر. لا نستطيع أن نقول لمن يصلي ويرتشي أو لمن يصلي ويفسد في الأرض إن صلاتك لا تنفع وتوقف عن الصلاة، بل نقول دائما توقف عن الرشوة وتوقف عن الفساد وتوقف عن السرقة وعن الغش وعن التدليس، ونبقي الصلاة حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في من كان هذا شأنه لعل صلاته تنهاه يوما. فلا بد عليه أن يستمر في الصلاة، وأمرنا يكون نهيا عن المنكر وليس أمرا بالمنكر، فنقول له: اتق الله واترك هذه المعاصي والخبائث، واجعل صلاتك صلاة مقبولة صحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم يدلنا ربنا سبحانه وتعالى على الدائرة الأوسع من تلك المحطات فيقول: ولذكر الله أكبر، أكبر من الصلاة وأكبر من يوم الجمعة وأكبر من شهر رمضان وأكبر من العمرة والحج، لأن ذكر الله يكون في كل الأوقات، وذكر الله أحد أركان الطريق إلى الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا هو الركن الأول، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذكر والفكر أركان الطريق إلى الله. ولذكر الله أكبر، أكبر من ماذا؟ حذف المفعول به، حذف ما الذي هو أكبر منه، حذف المقابل، فاتسعت الدائرة، يعني أكبر من كل شيء. ولذلك نرى الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، ويقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون،
ويقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سمى التسبيح ذكرا، وسمى الدعاء ذكرا، وسمى القرآن ذكرا، وسمى التذكير ذكرا، حتى كانت الصحابة الكرام يقول أحدهم للآخر: تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يتعلمون مسألة من العلم، فالسعي إلى العلم من الذكر، أو يذكرون الله سبحانه وتعالى، أو يقرؤون القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني القرآن. القرآن له أكثر من 50 اسم في القرآن، فسماه ربنا قرآنا وكتابا وفرقانا وذكرا وبيانا وهدى، 50 اسم. وصف القرآن نفسه فيها، وهو من عند الله سبحانه وتعالى، ونور، وهكذا 50 اسم، أكثر من 50 اسم للقرآن في القرآن. محطات: أولها الصلاة، وثانيها يوم الجمعة. يوم الجمعة شأنه غريب، فيه موعظة وفيه اجتماع للمؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قصير الخطبة طويل الصلاة، ومع طول صلاته كان يقرأ أكثر ما يقرأ: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني صلاة لا تأخذ أكثر من 5 دقائق. إذن فالخطبة كانت 4 أو 3، وقال: إن من مئنة فقه الرجل، يعني من علامة فقه الرجل، طول صلاته وقصر خطبته. طب إذا كانت طول صلاته 5 دقائق، يبقى قصر الخطبة قد إيه؟ 4 دقائق. إذن اللي بيدي 1.5 ساعة ده كأنه ينتقم من الجالسين، ويتكلم عن أولئك الملاعين الذين لم يحضروا يوم الجمعة، والذين جاءوا حضروا يوم الجمعة، فلماذا تفعل فيهم هذا؟ لا بد أن يتغير هذا الكلام، لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الفكرة ويدلل عليها بالكتاب والسنة مع موعظة حسنة: وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكن الذي نراه طول، بل واستحسان من كثير الناس مع هذا الطول، حتى إذا ما خرجنا من الخطبة لا نعرف ما الذي نفعله وما الذي يراد منا. وكانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمعت وطبعت لا تستهلك أكثر من 1.5 صفحة. هذه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الخطبة الثانية تسمى بخطبة النعت، والنعت معناه الصفة، والصفة معناها حمد الله ووصفه بما يليق، والدعاء له بما يريد من حاجة نزلت بنا، ثم إقامة الصلاة. وكثيرا ما نرى في الخطبة الثانية نفس الموضوع أو كمال له أو كذا إلى آخره، وكل ذلك مخالف لما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام القرطبي في تفسيره عندما تكلم عن حديث رسول الله: إذا أتيتم هذه الصلاة فأتوها بتؤدة، فما أدركت منها فصلي، وما فاتك فاقضي، وفي رواية فأتم. يقول عن هذا الحديث: فلو كان الرجل يركب فرسا فهل له أن يسرع؟ يعني الواحد ماشي على رجليه يروح بتؤدة وما يسرعش، ما يجريش، يمكن العلة في كده
انه ما يروحش هو بينهج الى الصلاة. طب انا ركبت سيارة فرس، ما دس بنزين اسرع يعني. فقال الامام القرطبي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع في كل حال. يعني برضو لو كان راكب عربية ما يجريش، ولو كان راكب فرس ما يجريش ويصل، لأنه ليست المسألة هي النهج، إنما قد تكون أمر آخر من الوقار، من الأناة، من التعامل مع العبادة، من التعامل مع قدر الله وقضائه. فما أدركت منها فصلي، وما فاتك فأتم أو فقضي. يعني هتعتبر دي اللي فاتك الرابعة ولا الأولى؟ اقضي تبقى الأولى، أتم تبقى الرابعة. فالفقهاء بقى ليهم تصرف في هذا. لكن الحكمة التي يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوقار والأناء وكيفية التعامل مع العبادة بلا تشنج. إن هذا الدين متين فأول فيه برفق. فكان يحب الحلم والأناء، وقال لأشج بن عبد قيس: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فأشج عبد قيس جبل على الحلم وجبل على الأناء، وهذا كان يحبه الله ورسوله. في هذا اليوم فيه محطة نستقبل بها الأسبوع الذي بعده، في رمضان محطة. فما هذه الخصائص التي نحصلها من رمضان؟ الصيام، والصيام إنما يكون لوجه الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه سواه سبحانه وتعالى، وأنا أجزي به. ولذلك خصص للصائمين بابا في الجنة، هو باب الريان، يدخل لا يدخل منه إلا الصائمون. وربنا سبحانه وتعالى جعل أيضا العمرة والحج محطات، وهناك أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبين عموم المغفرة للحجاج والمعتمرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ومن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، ومن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ومن الحج إلى الحج كفارة لما بينهما. إذن مفهوم الغسيل، مفهوم المحطات، فما الذي نريده بعد رمضان؟ ينبغي علينا أن نعبد الله على حق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. نريد أن نكون بعد رمضان ومنطلقين من رمضان من هذا الصنف الأخير، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من أولئك الذين انتهوا عن الفحشاء والمنكر، من أولئك الذين جعلوا ذكر الله أكبر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللسان إذا ذكر الله كثيرا جف واحتاج إلى أن يشرب ماء. ذكر الله يسبب جفاف الفم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن جفاف الفم هذا، وهو أمر محسوس معروف، هو رطوبة عند الله. دم الشهيد، دم الشهيد يأسن وتكون له رائحة، فقال فيه رسول الله: دم الشهيد أفضل عند الله من ريح المسك. يبقى إذن الشهادة دي درجة كبيرة في الدفاع في سبيل الله، جاد بنفسه فليس فوقها مرتبة، فهذه الشهادة مرتبة عظيمة. وفي النهاية هذا الدم حتى ولو كانت له رائحة كريهة فإنه أطيب عند الله من ريح المسك. يقول: لخلوف فم الصائم، وفي رواية لخلوف، يعني هي تتنطق الاثنين خلوف وخلوف بضم الخاء وفتحة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طب ما هو الخلوف اللي جاي من الصيام يعني ريحة بقى وحشة طبعا، ما أنا بشمها ريحتها ما هيش مظبوطة، ولكن هي أطيب عند الله من ريح المسك. فالرطوبة هنا ليست رطوبة حقيقية، ده الرطوبة هنا هي عند الله، يعني هو يستغني بما عند الله على ما هو عند النفس والناس. مفاهيم أخرى، إحنا لا ننكر الجفاف ولا ننكر الخلوف ولا ننكر الرائحة من الدم، لكن هذه الأشياء ولأنها تعلقت بالسعي إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تعامل معاملة خاصة، وأن نعرف حقيقتها عند الله، وألا تصدنا عن فعل الخير، فلا يصدنا هذا عن الصيام، ولا يصدنا هذا عن الشهادة في سبيل الله، ولا يصدنا هذا عن الذكر، وهكذا. والأجر على قدر المشقة، كما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول. هذا هو الذي نريده بعد الصيام، أن نعمر الأرض وأن نعبد الله وأن نزكي النفس وأن نذكر الله على كل حال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، في كل أحوال يذكر الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا أن يكون جنوبا، فكان يمتنع عن قراءة القرآن إلى أن يغتسل، لكن ذكر الله حتى ولو كان جنوبا. ولذلك فذكر الله هو للذاكرين والذاكرات، للكبار والصغار، وهو عجيب غريب لأنه لا يأخذ وقتا، بل إنه يمكن أداؤه في أي وقت كان، وانت سايق العربية وانت في مكان كذا في انتظار في كذا تذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهو ليس كالوضوء ولا الصلاة ولا الحج ولا كذا من هذه العبادات المكرمة، إلا أنه فعلا أوسع في الوقت وفي الزمان. ومن ذكر الله الدعاء، والدعاء هو العبادة، والتجاؤك إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة التي نحن فيها يعني من الأفعال الصالحة. كثروا من الدعاء، كل بما يريد من شأن الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك فالإنسان لا يمل من الدعاء. وكان قد ورد في الأثر إن موسى
كان يسأل الله في ملح طعامه، وكان يسأل الله في شعث نعله، يعني في السير بتاع النعل قطع، فيدعو الله سبحانه وتعالى انه يرزقه سير تاني ولا حاجة، وفي ملح الطعام يا رب ارزقني ملح علشان احطه في الطعام، يعني يقصد في كل كبيرة وصغيرة لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تعلقوا بالله وأخلصوا النية لله وأكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله هو الذي سيبقى لكم، ولذلك سمي بالباقيات الصالحات. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. هذه هي الباقيات الصالحات. ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج واسعا من الأذكار، جمعها الإمام النووي في كتاب اسمه الأذكار، الشوكاني في تحفة الذاكرين، الجب ابن الجزري في الحصن الحصين، ابن تيمية في الوابل الصيب، كتب جمعت العمل عمل اليوم والليلة للنسائي، جمعوا فيها ما الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجلس وعندما يقوم وعندما يخرج وعندما يدخل وعندما يذهب إلى المسجد وعندما يذهب إلى الخلاء ودورة المياه، ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصافح وهو يسلم وهو يقوم من نومه وهو يذهب إلى نومه؟ ذكر في ذكر، ولذكر الله أكبر. هذا الذكر كيف نعرف أنه أتى ثمرته؟ بالعمل الصالح، فإذا وفقك الله إلى العمل الصالح فقد قبلت، وإذا كنت منزلت على معصية فأنت لم تقبل، فاستمر في العبادة ولا تتوقف حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك العتب حتى ترضى، يعني هنفضل كده على الباب، نقف وندق على بابك يا رحمن إلى أن تفتح علينا فتوح العارفين بك، لأنه أهل لذلك، فهو صاحب النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شكرا لحسن استماعكم، وما يغلق حديث أنت قائله فكل قولك محمود ومحمود. حينما السحر كنت اللفظ تخرجه من ذيك والصدق فيما كنت مسؤول. الآن هي رسالة لك أما علنا مع أسئلة السادة الحضور، والتي نستأذن فضيلة المفتي بالرد عليك. نريد فضيلتكم أن تصف لنا الجنة وما فيها من نعيم مقيم كأننا نراها رأي العين، حتى نكون لها أشد طلبا وأعظم فيها ربنا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة ترابها من المسك الأذفر، يبقى إذن نتخيل أن التراب مسك وإحنا بنخوض فيه كده، هو رجلينا متخوضة في مسك، حكاية ما نقدرش نعملها في الدنيا. هذا اللي بنخوض فيه ودم مسك يبقى ليه ريحة فواحة في الدنيا، في الجو، في الأجواء. الجنة يبدو والله أعلم أنه ليس فيها جاذبية، فالإنسان يستطيع أن يمشي وكأنه في الهواء. انتقال الإنسان في الجنة ليس محكوما بقوانين الأرض، بل إنه محكوم بقوانين أخرى في الوجود. فيريد مثلا الآن أن يكون في أمريكا فيبقى في أمريكا، وبعدين اليابان فيلاقي روحه في اليابان،
شغلانة تانية، قوانين أخرى غير القوانين الأرضية المختصة بالجاذبية وبكروية الأرض وبأنها تدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار، وأنها يدور القمر حولها، وأنها تدور حول الشمس فينشأ الصيف والشتاء، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فما الذي يضيء إذن إذا كان الشمس والزمهرير اسم من أسماء القمر؟ لا الشمس ولا القمر موجودين فيها، هما المنورة بإيه؟ وأشرقت الأرض بنور ربها. تخيل أن نور الإله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، أن هذا النور هو الذي يضيء. كنت في الملحدين وهو مسكين يجهل هذه الحقيقة، وكان القارئ يقرأ في أحد المياتم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، قالوا تبقى جنة هدية اللي لا فيها شمس ولا قمر ومضلمة ورطبة فأنا قلت له وأشرقت الأرض بنور ربك، يعني أنت مش واخد بالك إنه ده ضياء بيروح وبيجي وليل ونهار، لكن بذكرت على طول منيرة، ومنيرة بنور يطمئن القلوب، يفتح العقول، يهدئ النفوس، حاجة حلوة خالص. هذه الجنة فيها أنهار، هذه الأنهار ليس لها مجرى، ملهاش حواف، فالمية وهي ماشية فيها وما بتسقطش. ما هو فايدة الحواف إنها تحجز المية ما تقعش على الأرض كده، فدي ما بتقعش على الأرض وهي ماشية، فيها نهر عسل ونهر لبن ونهر مية ونهر خمرة، وخمرتها ربنا بيوصفها بيقول لا فيها غول، يعني لا تذهب العقل، إنما هي نوع من أنواع العصير. وأتوا به متشابهة، نفتكر عصير عنب زي اللي كنا بنشربه في الدنيا يطلع حاجة تانية، بس هو اسمه كده. هذه الأنهار تدخل بعضها في بعض فلا تتأثر، فما يحصلش اختلاط بين العسل والمية والخمرة واللبن أبدا، تطلع وتدخل كده. القصور مبنية فوق الأنهار دي، اللي الزلط بتاعها الماس والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد وهكذا. الجنة مهما جلسنا نصف فيها فهو للتقريب وليس لمعرفة الحقيقة، فالحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إنما الجنة فيها يوم نشاهد فيه بأعيننا ربنا، هل تضارون في رؤية البدر ليلة التمام؟ قالوا لا يا رسول الله، قال هكذا ترون ربكم في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا هو يوم المزيد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولدينا مزيد، لهم الحسنى وزيادة، فالحسنى هي دخول الجنة، أما الزيادة فهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ماذا نقول في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض؟ ماذا نقول في جنة تمتلك فيها إذا كنت في نهاية العصيان آخر واحد هيدخل الجنة، له عشرة أمثال الأرض، الملك بتاعه مش 600 متر في 6 أكتوبر، لا ده عشرة أمثال الأرض، الأرض دي كلها عشرة أمثال، يحشر الناس على 60 ذراع، يعني أنت مش هتحشر بجسمك الصغير ده،
علشان تعرف بقى تنتقل وتطير من مكان لمكان وكذا. ولك فيها ذكريات، ولك فيها حديث مع إخوانك، ولك فيها متعة ما بعدها متعة تتوج بالنظر إلى الوجه الكريم سبحانه وتعالى. وماذا عن النار وما فيها من عذاب مقيم حتى نكون أشد منها فرارا وأكثر؟ نعوذ بالله من النار. نعوذ بالله من النار. عشان نخيف المنصرفين. هم خايفين إن شاء الله. حفظ أباؤنا الكرام من السلف الصالح هذا الدين، ولذلك نرى الإمام مسلم في صدر صحيحه يورد حديث جبريل الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد منا ولا نرى عليه أثر السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، يعني على هيئة المتأدب المتعلم، فسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ جعل مسلم هذا الحديث لأن الناس قد انطلقوا منه، فقام الفقهاء لحماية الإسلام وتفصيله والرد على الشبه المتعلقة به من صلاة وصيام وزكاة وحج وكفارات وعبادات ومعاملات وشهادات وقضاء وعلاقات دولية، وتكلموا حتى وصل ما تكلموا فيه 1,200,000 فرع فقهي موجودة بين أيدينا في كتب قد ربت. فيما وصل إلينا فقط أكثر من 100,000 عنوان، كل عنوان له مجلدات كثيرة. قام علماء التوحيد لحماية الإيمان الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أركان 6: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره والشر. وبنى الإسلام على 5 كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وجاء في مرتبة الإحسان فقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن يراك فتراه فهو يراك. من الذي قام بهذا؟ هذا هو غاية الدين، هذا هو هدف الدين، مرتبة الإحسان. قام بها من أطلقوا على أنفسهم أهل التصوف، كما أطلق هؤلاء على أنفسهم الفقهاء، وهذه لفظة لا تعرف عند رسول الله، وهؤلاء علماء التوحيد، وهذه لفظة لا تعرف عند رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه الأقسام الثلاثة فيقول: سورة الإخلاص ثلث القرآن. ثلث القرآن يعني في أغراضه، لأنه مبني على الإسلام والإيمان والإحسان. إذا قرأنا كل التوحيد وقرأنا كل الفقه لا نجد شيئا عن أعمال القلوب. كيف أخلي قلبي من القبيح؟ كيف أحلي قلبي
بكل صحيح ليس هناك إجابة. الإجابة عند السادة الصوفية: لا تفرح بالموجود ولا تحزن على المفقود. يعلمون التوكل والرضا والتسليم، يعلمون الحب في الله، يعلموننا التواضع، وأن الكبر من الكبائر وأنه مهلك ومبطل للأعمال. يعلموننا الأخوة الصادقة، يعلموننا الحب والسلام. فكيف أهدم ما تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 95% من القرآن والسنة، و5% فقط لكل الفقه؟ 1,200,000 دول مبنيين على 2000 حديث من 60,000، ومبنيين على 300 آية من 6,000 آية، 6,236. لما نقسم 300 على 6,000 يطلع واحد على 20، يعني 5%. لما نقسم 2,000 على 60,000 يطلع واحد على 30، يعني 3%، 3.3%. والباقي أخلاق، إحسان، تخلية وتحلية. أعمل إيه بقى؟ نيجي نغلق هذا خلط رديء كما خلط الناس بين المسلمين وبين الإسلام. شايفك مسلم وشايفك بتكذب وبتغش وبتدق، هو الإسلام قال لك كده؟ لكن أنت مسلم، فيقول الإسلام بيقول كده. الإسلام بيقر الظلم وبيقر هذه المعاملة الخشنة مع المرأة ومع الطفولة ومع البيئة ومع... لا، ما حصلش الكلام ده، الكلام ده كذب. في فرق بين الإسلام وبين المسلمين، في فرق بين التصوف وبين المتصوف. المتصوف اللي بيمشي وراء الكتاب والسنة، اللي بيمشي وراء الذكر والفكر، اللي بيمشي وراء التخلية والتحلية، مرحبا به. والمتصوف الذي يخالف فقد غشنا ودلس علينا، ولا مرحبا به. مين اللي بيطرده؟ أول من يطردونه الصوفية. الصوفية يتبرؤون من هذا الصنف لأنه يتلاعب بدرجة الإحسان، ومثال ذلك ما يفعل الآن بالتلاعب بدرجة الإيمان وبالتلاعب بدرجة الفقه، فيتصدر للفقه ما ليس مؤهلا له، ويتصدر للتوحيد من ليس بعالم فيه. وتسمع بقى هذه الطراهات التي ملأت الخطاب الديني: الناس عذاب لله الإساءة، ولكنه عذاب المحب لمن يحب. بيقول ابن مجمع بقصة الإسلامية بالأثر الشريف، يقول بمراجعة نصوص المسلسلات الدينية وتصحيحها قبل السماح بنفسها، لماذا لا يكون دار الإفتاء ضربا في مراجعة المسلسلات الدرامية الأخرى التي تتناول أشياء قد تتعارض مع التقاليد والأمور الإسلامية؟ ولماذا لا تقوم بهذه أي جهة أخرى؟ لأن دار الإفتاء لها وظيفة معينة في بيان الحكم الشرعي فيما تسأل فيه، وليست لها قدرة. لا، في ده احنا بنشتغل 20 ساعة في اليوم، ليست لها قدرة على المراقبة المجتمعية. هذه لابد أن نشوف احنا كجماعة من البشر حل ليها، حل يحل محل النصيحة في الدين. هذه واحدة. ثانيا، المفتي عضو في مجمع البحوث، فكل ما يقوم في مجمع البحوث هو مع حضور المفتي ومع حضور وزير الأوقاف ومع حضور رئيس الجامعة ومع حضور علماء المسلمين السابقين واللاحقين. فمجمع البحوث هو الأم، هو الأساس، هو الذي حتى نشأ به قانون من أجل تنظيم قانون 103 لسنة 61. لكن دار الإفتاء يعني هي الابن الشرعي لمجمع البحوث، تقوم بهذه القضية. ولذلك دار الإفتاء في بعض القضايا التي تتعلق بالأمة
ترفع أمرها إلى مجمع البحوث. فإذا هناك تنظيم وهناك قدرة معينة وهناك أيضا وظيفة ينبغي علينا أن نقف على ثغرتها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كلكم على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من ثغرتك. يعني في حص كل واحد واقف على شباك، فأنت ما تشغلش نفسك بشباك تاني، وإلا هيدخل العدو من هذا الشباك. قم بوظيفتك، كن حيثما أقامك الله، لا تشغل بالك بالآخرين حتى لو كان في شباك فاضي، يبقى دي مشكلة ونشوف له حل، ولكن ليس الحل ان انت تسيب شباكك وتروح، بس اتقن عملك. فنرجو الله القبول، وقل للمحب: هذا يا حبيب. أولا، نحن في عصر قد انفتحت فيه السماء فسميت بالسماوات المفتوحة، لا طاقة لأحد أن يمنع هذا، لا طاقة لأحد أن يمنع هذا. جاينا الإذاعات من قبرص، وجاينا من بيروت، وجاينا من جنوب تركيا، وجاينا من أمريكا، وجاينا من اليابان، لا أحد يملك هذا لأن السماوات فتحت عليه. إنما الذي نملكه أن نشيع ثقافة الانتقاء. لما تشوف حلاق الصحة وهو بيفتيلك في الطب، اقفل التلفزيون، حول القناة. لما تشوف واحد غير متخصص قاعد يلخبط، ينكر أسماء الله الحسنى مرة ويشككك حتى في الموروث اللي ملوش دعوة بحاجة، اقفل التلفزيون، ما تدوش دماغك. لكن العجيب أننا نضع أيدينا في المفرمة ثم نصرخ ونقول: الله، الفرمة، تتصور المفرمة فرمت إيدي؟ طب وانت اللي خلاك تحط إيدك في المفرمة؟ ما تشيل إيدك، ده انت حطتها بإرادتك، ده انت اللي مولع التلفزيون واللي جايب القناة دي علشان تسمع ده. واحد يقول لي: هو احنا اش عرفنا؟ طب ما بتشكي ليه؟ انت عرفت، بس انت اللي مش عايز. انت عايز ايه؟ تجادل في الحكاية، مش عايز تعمل ثقافة تعلم فيها اولادك الانتقاء. اقلب المحط، جه واحد متخصص اسمع، ما جيش واحد متخصص ما تسمعوش. بس ادي اللي ممكن نعمله، لكن مش ممكن نعمل ان احنا نسكت ألسنة الناس. احنا نصحنا، لكن ارتبط هذا بالارزاق، كل واحد فيهم بيطلع وياخد شقلة فلوس يصرف بها على عيلته، فخلاص ارتبط الرزق بالتخريف والتحريف، فمش هيبطل. رافضينه وبيقولوا رضينا، ولكن انت ما بتقراش. في النهارده مكتوب يا فضيله الشيخ في كتاب مسيحي وصدر في مصر وكان صوت الامه. طب انت قريت اللي انا كتبته؟ ايوه. طب يبقى خلاص، اديني قمت بتكلم عن الكتاب كمان. لا، انا دلوقتي بتكلم عن الكل اللي انت بتسال عليه. انت قريت اللي انا كتبته؟ ايوه قريته. يبقى اعتراف منك ان احنا مش ساكتين. بتسال على ايه؟ انت اللي في مخك ايه؟ انك متصور ان الازهر ده معاه سلطه، وسلطه كمان تنفيذيه. يجي الازهر متصل بالسيد اللواء عبد الوهاب خليل ويقول له: روح اقبض على فلان. ف عبد الوهاب
يتحرك ويقبض عليه. ما فيش حاجة زي كده. احنا في بلد دستوري. ما فيش حاجة زي كده وما فيش سلطة شكلها كده. احنا يا دوبك شمينا نفسنا لما تركنا الحرية نتحمل بقى نتحمل الاثار السلبية. ما في اثار ايجابية كتير طلبناها. نتحمل بقى شوية الاثار السلبية اللي من ضمنها نعود انفسنا على الانتقام. تيجي تقولي فين دور الازهر؟ الازهر ليه جريدة وبيطلع ومجلة بيطلعها. تهيألي كده كتير من الاخوة ما قرهاش. واخد بالك؟ طيب الازهر موجود في كل القنوات. الازهر بيقول وبيعيد وبيكرر وبينكر وكذا الى اخره. لكن ده بحر لا نهايه له. فعايز الاستمرار لغايه ما تتولد هذه الثقافه التي ترفض المغشوش وتقبل الارتياش في المعاش. امتى يجي الارتياش في المعاش؟ بالتخصص والاخلاص. ادي القضيه. عايزين وقت بقى. لكن مفيش مسؤوليه وقد سحبت السلطه. السلطه مش موجوده. وعلى فكره احنا لا نسعى الى هذه السلطه ولا نريدها. انما سلطتنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس. ثم بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حريه. احنا المنافقين احنا بنعمل دعوة ثم اللي عايز ياخدها ياخدها. اقتنع اقتنع ما اقتنعش ما اقتنعش. انما انت عايز تجعل للازهر سلطة تنفيذية وهذا مش موجود. ادينه 150 سنة ادينه 200 سنة مش موجود. ونحن لا نسعى اليه. انما نحن نأمر دائما بالمعروف وننهى عن المنكر ونبين للناس وكذا الى اخره من غير إرهاب فكري. وإنما قل تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا إلى كلمة سواء ده المنهج بتاعه. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. هنعمل إيه؟ طيب فهذا هو الطريق الذي يتوائم مع الحالة العالمية المعاصرة. الحرية، رفع الحدود، الجوار الحسن. فنحن ندعو إلى الإيمان بالله وإلى حسن الجوار. مبدأ المواطنة دي خدت فيه هبة رؤوف دكتوراه في السياسة والاقتصاد. تخني كده يعني. ما المواطنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة ويقول لها وهو يبكي ألا إنك أحب بلاد الله إلي ولو أن أهلك لم يخرجوني ما خرجت منك أبدا. ولما رأى الأنصار الفرح في عينيه عندما فتح مكة قالوا يحن إلى دياره وسيجلس. فسمع ذلك هو فعلا بيحبها. أحب بلاد الله إلي مكة اللي تربى فيها ذكرياته كلها. وكنت أعلم حجرا كان يسلم علي في مكة. كان بيسأله في أثناء التمهيد للنبوة كان ربنا أسمعه صوت الكائنات علشان لما ينزل عليه الوحي يبقى مؤهل يهيئه للنبوة. سموها العلماء إرهاصات النبوة. فترة كده خدها كان الحجر يسمع حجر في مكة السلام عليكم يا محمد. فأنا عارف الحجر ده فين. فعارفها بلده وطنه يعني. فالانتماء إلى الأوطان وحبها من الإيمان وليس فيه شيء. إنما هذا لا يعارض أن تكون هناك انتماء أوسع.
كانتماء مصر إلى العروبة مثلا، ولا هناك انتماء أوسع كانتماء العرب إلى الأمة الإسلامية. فليست هذه دوائر متناقضة ولا متقاطعة حتى، إنما هي دوائر بعضها في داخل بعض فلا تتناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مراعاة للمواطنة والوطنية يقسم الناس في الجهاد، فيجعل لكل قبيلة مع أخوانهم. يعني بني عبد مناف لوحده، غفار لوحدها، همدان لوحدها، ويجعل هناك لكل فريق شعار، يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، كده هو شعار ملوش يعني ارتباط بالمسألة. ليه؟ قال لأنه لما الجماعة اللي من بلد واحدة يقتلوا جنب بعض، فاهمين أسلوب بعض وينتموا لبعض وعارفين بعض. أما لو جبت واحد كده غريب يشعر بالغربة، هذا دائسا راعة المواطن. وهكذا، فالمواطنة بالمفهوم المسلم ليس فيها شيء. قد يكون بقى هذه المواطنة محملة بمعاني أخرى، من نعرات الجاهلية، من التفاخر بالأنساب ولا بالأحساب ولا كذا، وحينئذ ينهى منها ما كان مخالفا للحب، للسلام، للانتماء، وهكذا. هناك بعض الشكاوى من حقوق الأبناء وانحراف الشباب، فكيف ندعوهم للتمسك بالدين؟ التربية ثم التربية ثم التربية، والتربية تدخل فيها بدون شك والمناهج التعليمية، تدخل فيها بدون شك الأستاذ والأستاذة، الأسرة والجو المحيط، البيئة، يدخل فيها بدون شك الإعلام. وكل هذه الأشياء لابد أن يكون لها عقل مفكر يضع نصب عينيه. التربية، والتربية تعليم، والتربية تخلق، والتربية تدريب. ولذلك تحت التربية فيه قيم، وفيه معلومات، وفيه ملكات تأتي من التدريب، خطة متكاملة للتربية. أغلب مشكلتنا تؤول إلى التربية، لأن أغلب مشكلتنا تؤول إلى الإنسان. فإذا عرفنا قدر التربية وأهميتها، كنا في بداية الطريق للتغيير الصحيح. التربية هي التي تبني التصرفات الاقتصادية، وتبني الحالة الاجتماعية، بل وإنها تبني الحالة الأمنية. التربية، والتربية قد تحتاج إلى تغيير مفاهيم رسخت أو شاعت أو يراد لها أن تشيع، ولذلك فهي في عملية في غاية التركيب والتعقيد، لكنها هي الأساس. بعد فوات عدتها، يعني تزوج سنية طلقها، لا يتزوج أختها علية إلا بعد مضي فترة التربص، وهي عدة سنية. سنية لازم تمضي عليها 3 حيضات أو 3 شهور لو كانت من غير ذوات الحيض، كبرت في السن وما عندهاش حيض، يبقى 3 شهور أو 3 حيضات لازم ينتظر وبعدين يتجوز عليه. ما ينفعش يتجوز عليه وسنية لسه على ذمته. في صورة تانية بقى، ان الطلقة دي اللي طلق فيها سنية كانت نمرة 3، يبقى دي طلقة ايه؟ باتة.
مش رجعية. فهل يجوز له أن يتزوج عليا؟ فالإمام الشافعي قال أيوة يجوز، والإمام أبو حنيفة قال لا ما يجوز، يستنى بره حتى لو كانت هذه المرأة لا تعود إليه. يعني خلاص ثانية اتجوزت ثلاث مرات، اتطلقت ثلاث مرات، فمش هتنفع ترجع ليه إلا إذا تزوجت بعديها وطلقت ولا مات عنها زوجها فعادت العدة بتاعتها فيتجوز بقى على طول. ده الشافعي بيقول كده يجوز إنه يتزوج على طول. أبو حنيفة بيقول لا برضو يستنى الثلاث حيضات أو الثلاث شهور. أما لو ماتت ثانية بعد ما يدفنها يرجع يتجوز عليه على طول علشان العيال، يعني مش قصده حاجة، علشان خليتهم قالت ربيهم. وهذا الأمر قال بطبيعة الحال بين المرأة وعمتها. أجمع أهل السنة على أيضا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كالتحريم بين المرأة وأختها. التجارة بنخاف عليها معنى آخر، وهو أن يتحول الفقهاء الفقراء إلى قطع غيار للأغنياء، تبقى مصيبة يا أخوان. فهذا تحريم وتحريم خاصة، التحريم مسدود من أجل ألا يتحول الفقراء إلى قطع غيار للأغنياء. وبعدين اللي هيتلو كده بقى المرحلة التانية إيه حصلت في البرازيل، إن الأطفال هتتخطف وانه هيبقى فيه تجارة وبنوك للأعضاء وهتبقى فيه مافيا، مصيبة سود. يعني خلي بالك لما بنقول حرام بنبقى واخدين بالنا من المآلات. تخيل بقى أولادنا اتسرقت، تخيل ان انت دخلت اللي هو فيلم الحقوني ولا الحقونة، ها الحقونة، دخل سرقوا كليته وقالوا له ده انت عندك المصرار الاعور، المصرار الاعور يمين هم خدوه شمال. الله ازاي الكلام ده؟ اهو انت كده كشف ده اروحه بكليه واحده. هل يعني ده اللي بيقلقنا؟ مش قضيه ان احنا ضد العلم ولا ضد كده، لا الامر ليس متعلقا بالطب وحده، ده في جانب قانوني وجانب شرعي وجانب اجتماعي وجانب إنساني لازم نفكر فيه. كما يقول طارق البشري في المذكرة التي أعدها مجلس الدولة بهذا الشأن، إن القضية مش قضية طبية، دي قضية أيضا اجتماعية إنسانية قانونية شرعية تشريعية، فلازم نفكر فيها من كل الجوانب مش من جانب واحد. زكاة الفطر يعني، يعني هي بتعول هذه الأسرة لأنه عاجز عن الكسب، فهي تخرج الزكاة عن أولادها وعن زوجها، ما فيش مانع. نعم أي لأن الإعدام خلاف الأصل، ولذلك فعملنا لي تحوطات كثيرة علشان ما نقتلش واحد مظلوم، فعملنا المستشارين ثلاثة، ولا يرفع الأمر إلى فضيلة المفتي إلا بإجماع الآراء، لو واحد فيهم قال لا واثنين قالوا هم يبقى لا ما يتعدمش. نمرة ثلاث خلينا فيه أول درجة واستئناف ونقض ويروح كده من غير طلب من الشخص اللي هيقعد. نمرة أربعة يروح لفضيلة المفتي عشان يشوف الناحية الشرعية، وفضيلة المفتي معاه مجموعة من المستشارين الكبار المتخصصين في الجنائي، بنقرأ القضية مرة واثنين وثلاثة عشان في النهاية نقول هو فعلاً
المقدمات أدت إلى النتيجة ولا لا. نمر أربعة إنه بعد النقض ده ما يعمل. وفضيلة المفتي يقول على فكرة فضيلة المفتي بيقول مرتين، مرة بعد النقض، مرة بعد الأول درجة الاستئناف، ومرة بعد النقض تاني، ويودوها الرئيس الجمهورية علشان يوقح. يبقى إذن دي درجات، وكل ده ما يعني ما خلاص حكم قضائي ونفذ وخلاص. قال لا، بس دي لأنه ده إعدام. الحكاية دي إنها تتحول إلى المفتي وإنها تتحول إلى النقد وإنها تروح لرئيس الجمهورية، يعني فيها شيء من احترام الإنسان. هو إحنا هنقتل ديك رومي؟ ده بني آدم. ولذلك ما حدش يعترض على هذا، حتى لو أضافوا ليها جهة خمسة أو ستة أو سبعة، يعني مثلا نسأل الرقابة الإدارية ولا نسأل وما. ما احنا عايزين ايه؟ نتحرك. ده إنسان، ده فيها معنى الإنسانية. فإحنا ده نص القانون إنه لازم يحال إلى المفتي. لكن الحقيقة القضايا التي تحال إلينا 2.5% من القضايا التي تعرض على القضاء، يعني 97.5% القاضي بيحكم بأنه مش إعدام. فال2.5% اللي جايين لي يعني جايين لي خلصانين، يعني الواحد مش ممكن الواحد يقول اللي إلا أنه يتعدم ده. وبالرغم من ذلك أنا ديلي 5 سنين كل سنة 80 قضية، والمعروض 3200 قضية كل سنة. الـ80 قضية دول في 5 سنين يبقى 400 قضية عرضت عليا. قلت في 2 لا مش موافق المحكمة. المحكمة ما بتصدق ان المفتي يقول مش موافق فتعيد مرة تانية حساباتها. فاذا هو نفس القاضي متحرك من الإعدام، فما بينطقش إلا بعد أن يتيقن ويستقر في ضميره فعلا بأدلة واضحة. وأغلب هذه الأدلة اعترافات، وتلاقي الولد بتاع مخدرات وقتل علشان يسرق عشان يجيب المخدرات، فما لقاش في جيبه ولا 5 جنيه، يا حاجة كده. وبعدين راح حرق الجثة وحرق البيت، حاجة ملهاش إلا الإعدام. يعني تصرفات غبية وملهاش علاج. المهم إنه الإعدام الحقيقة يعني بنسبة المتهمين هو قليل، 2.5%، 1 من كل 40 قضية، 2.5%. فزيادة أو عرض المسائل على المفتي ده للإنسانية التي نتعامل بها مع الإنسان. إذا حاولت المرأة لم تصلي ولم تصل كان عليها قضاء. عليها قضاء. الصلاة لا قضاء فيها، لكن الصيام لأنه محدود فيه القضاء، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ما هي علامات قبول التوبة؟ ألا يعود للذنب مرة أخرى. طيب قبل النهاية في مناقشة، فنعمل المناقشة ثم ننهي إن شاء الله. المناقشة جاءت من الأخ يمكن وحيد حمدي، بيقول أنا لا أنكر عذاب القبر، ولكن الله سبحانه وتعالى أكد في أكثر من سورة أن الإنسان سيحاسب يوم القيامة الكبرى، فلماذا عذاب القبر وهو لم يحاسب بعد وربما يدخل في رحمة الله؟ القضية أولا هو أن كلمة عذاب القبر هي في الحقيقة تكون أيضا من عند الله الذي سيحاسب والذي سيدخل في رحمته. والإنسان قد يتعرض إلى شيء من الكدورات ثم بعد ذلك يدخل الجنة أو يحكم عليه والعياذ بالله بالنار، فسوف تكون هناك أهوال في يوم القيامة لا ينجو منها إلا الشهيد.
والباقي في حيرة وفي حساب. حتى قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يعني هو أصل مناقشة الحساب حتى لو كانت النتيجة غفران ورحمة وتجاوز، هو في ذاته نوع من أنواع الابتلاء خطير. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طب والباقي؟ هو في شمس محرقة طول يوم القيامة 1000 سنة من سنين الدنيا. تخيل نفسك واقف بعد الشفاعة 500 سنة. ده اللي بيقف 5-6 أيام في المطبخ بيجيله دوالي في رجله 500 سنة، مش ده عذاب؟ أو هو قطعة من العذاب؟ كما كانت عائشة تقول: قال رسول الله: السفر قطعة من العذاب، ولو قلت لقلت العذاب قطعة من السفر. يعني السفر أكتر من العذاب، والسفر فيه مجهود ومشقة وكدر وكل شيء، لكن عذاب ليس هو عذاب جهنم. إذن فعذاب القبر، ولأنه من عند الله ولأنه ليس هو العذاب الأتم الأكبر، فإنه يتم بلا حساب. شأنه شأن المرض في الدنيا، شأنه شأن الابتلاء بالفقر، شأنه شأن الابتلاء حتى بالمعصية، ده عذاب، نوع من أنواع العذاب. فالعذاب إذن كلمة واسعة كبيرة، له نوع بعد الحساب وله أنواع وصور قبل الحساب، وهذا الذي في القبر يكون قبل الحساب. القبر له ضمة لا ينجو منها أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل أن يدفن بنت زينب بنت النبي عليه السلام، ودعا لها في القبر أن يخفف الله عنها ضمة القبر، ثم قال: لقد ضم الضمة اهتزت لها الأرض. طب كان إذا كان معددو على النبي اهتزت لها الأرض، ده مش معناه أن هي تدخل إلا الجنة، ولكن هو نوع من أنواع الابتلاء ونوع من أنواع التصفية والتنقية. ما نوع عذاب القبر؟ يقول رسول الله إنه إما أن يكون روضة من رياض الجنة، يعني فيه راحة، كما قال في أرواح الشهداء مثلا إنهم في حواصل طير خضر في الجنة، وقد يكون حفرة من حفر النار، لكن هذه الحفرة ليس فيها عذاب جهنم، إنما فيها الضيق، الرائحة الكريهة، الانقباض. ولذلك عندما يستيقظون ينسون كل هذا. كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يبقى إذن كل ما مروا به من ضيق أو من كدر في مرحلة القبر والبرزخ سيكون وكأنه يوم أو بعض يوم. فاسأل العدين، ما نعرفش يعني حاجة كده، ده احنا نمنا قمنا. فإذا عذاب القبر كيفيته ودرجته وهدفه وحكمته إنما هي من عند الله. يتكلم ربنا عن آل فرعون ويقول في شأنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يعني كأن العرض نفسه برضو يعني مؤذي، لكنهم ما دخلوش جهنم إنما يعرضون عليها كده. شوفوا شوفوا هنوديكوا فين، عذاب إيه ده؟ كل يوم الصبح والمساء. ليه؟ أصدول بغوا في الأرض وأفسدوا في الأرض وقاتلوا أنبياء الله. فهذا الحال ما فيش يعني هو عذاب، هو نوع من أنواع العذاب، لكن ما فيش عذاب جهنم اللي بيستحقه الإنسان بعد الحساب. يبقى إذن عذاب ضمة القبر وعذاب القبر وحالة البرزخ،
ثم يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، ثم بعد ذلك الحساب، كل ذلك نوع من أنواع العذاب، ولكن هو تهيئة إما لغفران الله والمسامحة، وإما أن يعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلوب العباد من جبروت، وأنهم لو عادوا لردوا لما نهوا عنه فيدخلهم النار. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. هذه القضية، يعني الإجابة على السؤال دون الدخول في إنكار العذاب أو إقرار العذاب، ليس المقصود هكذا، إنما المقصود أن هذه القضايا قضايا غيبية، المقصود منها الإقدام والإحجام، تجعلك تقدم على الخير وفعله وتحجم عن الشر وفعله، هذه الحكاية. فأنا مش عايز نشتغل بهذا الغيب وكأننا نحن الذين نضع، مش قضية إنكار ولا غيره، كأن احنا اللي حطينا عذاب القبر أو حطينا عذاب جهنم أو حطينا الحساب وأهوال يوم القيامة، والأمر ليس كذلك، لا بإيدي ولا بإيدك. إنما نعمل إيه؟ بدلا من التفكر في هذه الجزئيات نتفكر فيما سوف نتذكره في الجنة من العمل الصالح. يعني يلا نعمل في دنيانا اللي في الجنة نقول فيها فاكر احنا كنا بنعمل ايه، كنا بنعمل الخير الفلاني والخير العلاني وكذا الى اخره، ما يلا نعمل كده. لكن الكلام في ضمة القبر وكيف تكون ولماذا تكون وانا مش دخل دماغي وكذا، اراها انها مساحات من الاسئلة تدخل الإنسان فيما لم يقمه له فيه. لا شفنا الضمة ولا حد رجع من الموت وقال لنا هي إزاي، ولكن إنما خوفنا الله بها من أجل الإقدام والإحجام. يبقى نعرف حقيقتها مش نسأل عن ماهيتها. فده الكلام اللي أنا بقوله يا سيد وحيد، وشكرا لك. عشان في عيلة بيقولك تتطلع أخر سؤال واحد بس، واحدة قيتها تخرب بيتي كان استأذن في سؤال واحد. في سؤال ثاني يعني اضطراري، يعني قبل الساعة 12 وخلاص. لا قبل 5 دقايق فضل. يقول تزوجت الزوجة الثانية من أجل الإنجاب، وبعد الزواج اكتشفت أنها كذبت علي بأنها مركبة مفصلين للفخذين، وأنها عندها حكم قضائي بالحبس، وأنها خفض المفاصل ولدت مرة قيصرية، فما حكم دي في ذلك؟ يعني هو عايز ايه؟ عايز يعني عايز يفسخ العقد يعني، ولا عايز يعمل ايه؟ امرأة ضحكت عليه، ضحكت عليه في ايه؟ ضحكت عليه في أنها سكتت عن معلومات كان يراها مهمة. تبقى الست دي مش شفافة، والست دي هي وحش، والست دي عملت حاجة ما يصحش. إنما احنا دلوقتي عايز هو نقول كده، انت وحشة خلاص انت وحشة، ولا عايز يقول انه عايز يروح لحضرة القاضي ويقف قدامه ويطلب فسخ العقد لانها قد دلست عليه؟ يبقى هنا بقى دخلنا مش في فتوى، ده احنا دخلنا في حالة قضائية. انا بقى بنصحه انه ما يروحش للقاضي، وان الست دي مع أنها غشته ودلست عليه لكن بالسكوت، أخفت عنه حكاية القيصرية، أخفت عنه حكاية المفاصل، أخفت عنه حكاية أن عليها أحكام ومطاردة، ولذلك مش هيعرف يثبت حاجة قدام القاضي تخلي القاضي يفسخ العقد. والقاضي هيقول له
ما هي ما كذبتش عليك في حاجة، ده هي سكتت. يبقى الست دي يعني عملت البلوى بتاعتها بس بفن شوية. الفن ده يجعله أمام القاضي مش عارف ياخد حاجة. فإذا كان بيسأل على إنه يريد أن يذهب إلى القاضي بنصحه إنه ما يذهبش. الحالة الاجتماعية بقى، الحالة الاجتماعية دي برجعها إليه هو، بتحبها ولا ما بتحبهاش؟ قال بحبها وما أقدرش أعيش من غيرها، خلاص خليك معاها. لا بكرهها عمل دي غشيتني، طلق. بس ادي الحكايه. فايه اللي هنعمل ايه بقى فيها دي؟ اصلها حاله قضائيه. يقول لك بس انا مظلوم ولا لا؟ ايوه انت مظلوم. ربنا هينصرني ولا لا؟ هينصرك ان شاء الله. انما مش كل مظلوم. القضاء يا اخوانا عايز حاجه واضحه، حاجه يعني بينه وواضحه وكذا الى اخره. طب في محامي بيقول لي ان انا هجيبها لك، خلاص اذا صدقته امشي وراه، صدقتني انا امشي وراي بس وخلاص لوجه الله كده. لكن القضيه بتاعتك دي الاحكام النقض وكل حاجه ضدك، مش هتاخد حاجه. ليه؟ لانه انت الست ما عملتش حاجه، الست سكتت، سكتت بس، سكتت عن هذه الامور كلها. والسكوت ليس بجريمه يعاقب عليها القانون. طب مش نداله؟ نداله. لكن طب ايه عقاب النداله؟ النداله ليها عقاب ايه؟ واحد استندل معاك هتعمل فيه ايه؟ خصف يعني، اديله كتفك وامشي. يعني ادي الحكايه. لا انا اعمل له ماله، عايز ايه من المشروع ده؟ يعني الفرصه ان الجامع اللي موجود ده، احنا دلوقتي عملنا مؤسسه سجلناها مع معالي وزير التضامن الاجتماعي في طبقا للقانون 84، اسمها مؤسسه مصر الخير. ثلاث خمسات، 555 في عين العدو لسنة 2007. فتحنا حساب في كل البنوك المصرية اسمه 100 100 100 100. ده تروح تحط فيه، إذا كنت عايز صدقة جارية يبقى تحط في ألف، أو عايز زكاة يبقى تحط في ب. الزكاة بنوديها للمستحقين مباشرة، الصدقة الجارية بنبني بيها حاجات تفضل زي الوقت في كده بتاع زمان، والثمرة اللي جاية من الحاجات دي لو جت ثمرة منها نحطها برضو للفقراء. خمس حاجات بتقوم بيها مصر الخير: الصحة والتعليم والبحث العلمي والحياة، الفنون والأداب والرياضة والتكافل الاجتماعي، الأكل والشرب واللبس والفقراء وكذا. مبدأها أن نعطي، أن احنا نقضي على ثلاث حاجات: الأمية والبطالة والفقر. نفسنا كده اللي ربنا يوفقنا فيه نعمل. هذه المؤسسة تعطي الصنارة ولا تعطي السمكة؟ نديك الصنارة عشان تعرف تصيد، عشان نكسر البطالة. طب في ناس غير قادرة على الاصطياد، ايديها مقطوع، معوق، أرملة، عجوز، يبقى نديها السمك. هذه المؤسسة هي أم المؤسسات كلها، فتحت صدرها وحطت معاها دار الأرمان ورسالة وبنك الطعام وبداية والفرقان وسماء والبياء وكله، كل الجمعيات، وبتنشط الجمعيات. تروح للجمعية دي تقول لها انت عايزة ايه واحنا نمولك. فادي مؤسسة
مصر الخير. اللي عنده وقفيات عايز يوقفها يروح يحطها في حساب 100 100 ألف، عايز زكاة في حساب 100 100 به. وإن شاء الله إحنا بنراهن على الشعب المصري، لغاية دلوقتي ما جات لناش فلوس من بره، إحنا بنراهن على الشعب المصري إن مصر فيها خير، وإن إحنا هنعرف مننا فينا كده من مصر والمصر هنعمل حاجة. هدي وطنية ومواطن، لكن إحنا مش هنرفض حد يجينا من بره، لو جه أهلا وسهلا، بس وإحنا ها يعني عندنا إيه عزة نفس، يعني ما إحناش بنشحت. إذا عايز تعمل حاجة لله تفضل اعملها، مش عايز ربنا كريم. هنمسك بقى، مسكنا أفقر الأماكن في مصر طبقا للإحصاءات بتاعت البنك الدولي وبتاعت وزارة السكان الإسكان وكده، فلقيناها سوهاج، فبدأنا بسوهاج وكدنا إن إحنا ننتهي منها. أفقر حتة في سوهاج إيه؟ البليانة، فبدأنا بالبليانة، نزلنا عطينا عملنا لده كشك، عطينا لده بقرة، عملنا لده عربية وحمار يبيع بها الخضار، عملنا لده كذا، رحنا نتصلح المستشفى، رحنا نتفق مع الوزارة انها تعمل طريق، ما هو في حاجات انا ما اقدرش اقوم بيها وما احس الوزارات انها تقوم بيها. ما عندناش الفرق بين الحكومة والمحكومين والدولة والشعب، كل واحد انت مصري وفي عنقك مسؤولية. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان. بنهتم بأطفال الشوارع، لقيناها مصيبة، فابتدينا ندرب ناس يعرفوا يتعاملوا معاهم. دلوقتي الناس دي محجمة شوية، مش راضين يجوا، يقول لك احنا دول مجرمين. ايوه معلش، ما هم مجرمين عايزين اعادة تأهيل، يبقى لازم نأهلهم. فعايز الحكاية في مسألة صعبة، احنا بنتعامل مع مشكلة ضخمة جدا، حكاية اطفال الشوارع دي. الدكتورة نجوى الفوال ربنا يكرمها عملت دراسة في معهد البحوث الاجتماعية في مجلدين على النفسية وعلى الأسباب وعلى كذا وكذا وكذا. كل شغلنا بالعلم، نجيب المختصين في الاستثمار، نجيب المختصين في الاجتماع، نجيب المختصين في الأموال وجمعها وإزاي تتجمع، نجيب المختصين وهكذا. الأمناء كلهم بشخصهم، معنا الوزير علي مصرحي بشخصه، انا موجود كرئيس للامناء بشخصي، يعني الحكايه دي ملهاش دعوه بدار الافتاء، دي مؤسسه خيريه زي اللي عملها محمد عبده رحمه الله، اللي هي الجمعيه الخيريه اللي شغاله لغايه النهارده، والنهارده لقيت لها اعلان بتنشئ مستشفى جديد. هو ده اللي احنا عايزينه، وعايزين مؤسسه مصر الخير دي تبقى وتستمر بعدنا من غادر الدنيا، تبقى لنا عملا صالحا وتبقى تفيد هذه البلد وتبني فيها. اللي على الحكومة تعمله بنحسهم عليها، اللي احنا نقدر نعمله ونوصل الحاجة للشخص نفسه بنقوم بيه. ادي مصر الخير، وهي ادي لها سنة فقط من رمضان اللي فات لرمضان ده، الحمد لله ربنا بيكرمنا وماشيين في خطى. بعد ما نخلص سوهاج هنخلصها اخر السنه دي، هيبقى قدامنا بني سويف والفيوم طبقا لمعلومات افقر مكان. اتفضل. ممكن يوجد عندنا كيفيه التعامل مع مؤسسه مصر الخير بقى في الناحيه الثانيه، وهو العطاء مش الاخذ. احنا عايزين ناخد علشان ندي. طب ندي ازاي؟ في اولا موقع على النت تدخلي عليه، موقع مصر الخير، ويقول لك كل المعلومات، وتتصلي بمين وتعملي، وفي شورت نمبر 16 140، تتصلي بيه وتقولوا لي اروح لمين، عندنا حالات اقدمها لفين علشان، وهتتبحث ازاي وهتتعمل امتى، ويديلك يقولك ده مش تبعنا، لكن ممكن نحولهولك الى رسالة الى دار بتاع من عندنا برضو الى كذا الى كذا، او احنا نقوم بيه.
وهكذا. يبقى إذن في نظام عايزة تعرفيه بالتفصيل 1640. تفضل. لكن عايز اشرحه للعامة مثلا الحالات تنتج بنفسها. 1640 هي يعني 1640 ده مش نت، ده مش نت، ده تليفون. اتصل وقولي السؤال ده، انا عندي ناس عايزه تتصل بكم مباشره، ما تعرفيش تقولي للخلق اتصلوا ب 1640 سهله، ويقول له الو 1640 انا هنا عبد الكريم وعايز مساعده، طيب قدم طلب كذا او اعمل كذا او سوي كذا بالنظام بس. تفضلي. ان شاء الله لا السيئة ما تتورص كده، لأنه لا تزر وزرة الوزراء، لكن الخير بيبقى في أولاده. لا مش من عندنا، مش من الأزهر ده. نعم. ممكن يا مولانا تدعو لإنشاء قناة فضائية دار الإفتاء، عايزين 100 مليون جنيه، ادوهم لي وأنا شايفك كده ريتش وغني. 100 مليون جنيه، 40 مليون، أو مال أنا مستعد، اديني بس 100 مليون جنيه، 40 مليون للسنة الأولى، 30 للسنة الثانية، 30 للسنة الثالثة، ثم تقوم المحطة بنفسها. فإحنا عايزين 100 مليون، أي واحد من الأكارم وعلى رأسهم حضرتك معاه 100 مليون يجيبهم لي فضل. طبعا لازم أعمل حساب الثلاث سنين مع بعض، انما دار الافتاء الميزانيه بتاعتها كلها 8 مليون معلنه في البدايه، اجيب منين بقيه ال 100 مليون؟ هاتهم يا حبيبي. كل واحده ليها موال وعايزه فلوس، علشان بتجيب فلوس بره في الاعلانات. هات لي انت بس ال 100 مليون وانا منجهك. اتفضل. أي. هل عليهم واجب في انشاء قناه فضائيه للازهر او دار الافتاء، او واجب نحو المجتمع المصري؟ هم عليهم واجبات كتير الحقيقه. يلا اتفضل. حكم اخراج الزكاه صفه شهريه وليس بعد نزول، ما يجراش حاجه، نعملها شهريه علشان الفقير غير رشيد، فبنديله ده علشان الرشاده. يعني انا مثلا افرض زكاه 12,000، فبشوف عيلة بديها شهرية 1,000 جنيه، 1,000 بيروحوا في التعليم وفي العلاج وفي الأكل والشرب واللبس وكده. لو عطيته 12,000 جنيه هيروح يشتروا تش وفتشي. طب وبعدين ما هو يلاقي بتاع في إيده كده وهو عطشان عايز فتشو. يا عم الفتشو اتلغى، عايز فتشو، ويجيب الفتشو ويعمل كده والعيال تعيش. فالشهرية دي الإمام الشافعي بيقول بيها أنها حاجة كويسة. طول عمر الفقير يا أخوانا عطشان، ما هو ليه حق، واللي حواليه بتزغل العينين، فيجي ما يبقاش عنده الرشاد، وهو مش واخد على أنه يبقى في إيديه 12,000، ده الجنة. فلا أنا أديهم له 1,000 1,000، هم يعرف النهاردة عندنا كسوة العيال، النهاردة في رمضان، النهاردة دخل مدارس، النهاردة كذا، أيوة نشيلها معاك. يبقى إذن الشهرية دي من الدين. خلاص ثلاث أسئلة، أدي واحد، حاضر، وأدي اثنين. اتفضلي. أنا مش شايفك لأنه في ضياء، ما أنا مش شايفك. خلاص تعال اتفضل. السلام عليكم. مرحب حضرتك. لا واحدة واحدة، الرجال قوامون على النساء. بس خليكي واقفة علشان ما ننسكيش، يعني ثلاث دقايق. ها. مرحبا بحضرتك من مدينة 6 أكتوبر، وأتمنى السنة الجاية تكون بطاقتك اتغيرت من زكين 6 أكتوبر من أيوة، بس أنا بطاقتي اتغيرت لأن أنا في 6 أكتوبر أديني سنتين، وبعدين البطاقة متغيرة وأوريها لك. غرب سومت. أنا متابع جيد لحضرتك على سماحتك وعلى أحكامك السامحة والترغيب وليس الترهيب
دي شغلانة سيدنا النبي مش شغلانتي أنا. أنا ما فيش إلا أن أنا بنقل اللي قريته عن سيدنا النبي. فإذا حبيت يعني تشكرني صلي على سيدك بس، لكن أنا هجيب حاجة من مخي عشان أخلي الدين حلو يعني للناس أبدا. أنا بنقل لك بتاع سيدنا النبي، هو سيدنا النبي قال كده، واخد بالك؟ أدي الحكاية. فإذا كنتوا عايزين تشكروا اشكروا ربكم الذي جعلكم في حنيفية سمحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحاء. شوف الكلام، سمحاء اهي، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أم مين اللي قال كده؟ أبويا ده اللي قال كده، سيدنا. وهكذا. شكرا لك. نعم، وعليكم السلام. يا دي فوائد البنوك اللي مش هنعرف. اعملي بيها اي حاجة. ها اتفضل. ليه؟ انا زكي منها. اتفضل. غيره. ابو حنيفة بيقول طلعها فلوس، خلاص خلص. ابو حنيفة الامام الاعظم اللي قال فيه الشافعي الناس عيال في الفقه على ابي حنيفة، خلاص. الناس تاخد الرد وتروح تبيع خلاص. قول له اخص 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 كده بس. اي واحد يقول لك كده قول له كده اخص اخص اخص، وسبل له عينك كده. هتقول له ايه؟ اخص 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 اخص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عفو يا غفار، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، ورد غائبنا علينا يا رب العالمين. اللهم رد غائبنا علينا يا رب العالمين. اللهم حرر لنا القدس وردها علينا ردا جميلا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا رب العالمين، نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، وارزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشية الله دامعة ونفسا قانعة وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصر المظلومين، وفك كرب المكروبين، وسدد الدين عن المديونين. اللهم يا رب العالمين، هب مسيئنا لمحسننا، واغفر لنا جملة واحدة في هذا الجمع المبارك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في نظرك يا كريم. اللهم يا رب العالمين، اغفر لنا على ما كان من عمل. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا ودعاءنا، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، حالنا لا يخفى عليك، وعلم كلنا بيديك، فاغفر لنا على قصورنا وتقصيرنا أرحم الراحمين، واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا رب العالمين.